وللحديث عن الأوضاع في الطارمية ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الصحفي والعراقي عبد الله الفراجي. أهلا بك معنا سيد عبد الله. أهلا بك، أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك من جديد. يعني سيد عبد الله، دعوات جديدة لميليشياوية الاستنساخ تجربة جرف الصخر في الطارمية. السؤال هنا، لماذا الطارمية تحديدا؟ تحديدا الطارمية بكل ما تعنيه، بكل ما تمثله من ثقل سكاني، منطقة زراعية شاسعة، أراضي خصبة، بساتين قد تكون مخبأ لهذه الميليشيات وصواريخهم ومعاملهم، معامل أسلحتهم. إضافة إلى أن أكد قبل أيام أحد قادة الحشد الشعبي أن المهندس قبل مقتله بأشهر قال: أوصيكم بثلاث مناطق لا تتركوها. المنطقة الأولى هي جرف الصخر التي الآن بأيدي هذه الميليشيات، وهي تديرها وتسكن فيها وتنتشر فيها معسكرات الحشد الشعبي والميليشيات الأخرى. والمنطقة الثانية سامراء، والثالثة طريقها. قال بالحرف الواحد وبعظمة لسانه هذا المسؤول في الحشد الشعبي، قال المهندس قال: إياكم والخروج من جرف الصخر وسامراء وطريقها، إياكم والتخلي عن هذه المناطق الثلاثة. طريقها هو يعني من الكاظمية إلى سامراء، طريقها يمتد من التاجي والمشاهدة والطارمية والمكارم وتل حربة وتل الذهب مرورا بناحية الإسحاقي. هذا الطريق كله بمرأة أو مسمى أو تحت نيران، الآن تحت نيران مدافع الحشد الشعبي والميليشيات، مدافعهم الإعلامية، وربما قريبا سيكون تحت مدافع نيرانهم المعادية، نيران التي تقتل. نعم، يعني بناء على ذلك إذن بيان أبو علي العسكري ودعوته إلى تهجير أهالي الطارمية ليس اعتباطيا، وإنما بناء على مخطط مسبق. أبدا، المخطط هذا هم يعرفونه جيدا، المخطط قائم منذ 2003، لكن أهل الطارمية باقون صامدون، أهل الطارمية مستبسلون في أراضيهم، متمسكون بأراضيهم الزراعية وحقولهم الطارمية بكل ما تعنيه وتمثله من غنى أرضها الخصبة، أرضها الزراعية، بحيرات الأسماك، حقول الدواجن. هي مطمع آخر لأن تكون مصدر دخل يدر على الميليشيات بمئات آلاف الدولارات. الميليشيات الطائفية بما فيها الحشد الشعبي والميليشيات الأخرى عيونها على الطارمية لأسباب عدة ولأهداف عدة، منها التموضع الجغرافي والمنطقة الجغرافية التي تتميز بها الطارمية، والتي تحيط بثلاثة أو أربعة محافظات تربط من الشمال محافظة صلاح الدين، ومن الشرق بمحافظة ديالى محاذاة بنهر دجلة، ومن الغرب بجزيرة النباعي حتى الفلوجة والصقلاوية حيث محافظة الأنبار، ومن الجنوب بمحافظة بابل الطارمية، منطقة استراتيجية إذا سيطر عليه الحشد، وإذا كانت لا سمح الله حدث ما حدث وكانت مثل جرف الصخر فقرة على بغداد السلام. لكن هيهات يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أهل المنطقة مستبسلون صامدون بأراضيهم، وهذا مستبعد جدا، لأن الزمان والمكان يختلف عن جرف الصخر. الزمان هنا الطارمية 400 ألف نسمة أو أكثر، كلهم خليط واحد، خليط متجانس، عشائر عربية أصيلة. الزمان 2021 ليست 2014. لا يوجد مقارنة بين الطارمية وجرف الصخر إلا في موقعها الجغرافي. نعم، يعني يتزامن هذا وهذه الدعوات مع دعوة الكاظمي إلى الحوار والمصالحة، يعني بينما تنبري الميليشيات إلى التهديد بالتطهير العرقي والطائفي. هذا يقودنا إلى سؤال: من الذي يعني يحكم الدولة الآن؟ بلا شك الكاظمي، وأكثر من مرة هو نفسه ذات المتحدث باسم ميليشيا حزب الله، أراد تقطيع أذان السيد الكاظمي قبل أشهر. اللادولة هي من تحكم العراق، اللادولة هي من تحكم العراق، الحكم أقصد الاقتصادي، السيطرة الاقتصادية والسيطرة الأمنية. اللادولة مسيطرة أكثر من الدولة العراقية بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا الدعوات هذه كانت مستمرة، لكن الآن سلط عليها الإعلام وأصبحت واضحة للعيان. طبعا قبل أيام ادعى أحمد عبد السادة، أو كرر هذا النداء أحمد عبد السادة، وهو أحد
موظفي شبكة الإعلام العراقي وطبعا أحد ناشطي السوشيال ميديا على تويتر طلب في تغريدة تجريف منطقة الطارمية وجعلها منطقة غير أهلة بالسكان، شكراً. منزوعة السكان كمنطقة جف الصخر. نعم، إذن كنت معنا من الطارمية عبر الهاتف الصحفي العراقي عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لك.